بالجد والجهاد والكفاح، بحبنا لطلعة الصباح، نصيبنا النجاح، نصيبنا النجاح. حقيقة مبهجون ومسرورون بهذا الاحتفال، هذا المنحى القويم والتربوي الذي يبين السلوك الأخلاقي لأهل البيت والطريقة المثلى في الاحتفال التربوي القويم. دعوة طيبة كريمة عطرة من العتبة العباسية المقدسة تلقت جامعة نينوى شرف الحضور في هذا الحفل المهم. وجدنا الحفل على غاية الدقة والتنظيم، وجدنا في هذا الحفل جميع أطياف الشعب العراقي عربه وكرده شماله وجنوبه حاضرين في هذه الأرض المقدسة. هذه الصورة الرائعة التي قدمتها العتبة العباسية أن تجمع العراق في كربلاء نحن بأمس الحاجة لها، ونحن حريصون على التواجد شخصيا لدعم مثل هذه الأنشطة وهذه التجمعات. هكذا سرى بنا العميل إلى مقام رفعة جديد لنبلغ الضراح ويكتب الفلاح. أنا اليوم أحب أحكي لكم عن تجربتي وإلا تعتبر الأولى، يعني فد تجربة وإضافة لحياتنا تعلمنا من عندها نتعرف على طبيعة باقي المحافظات، تعلمنا المعنى الحقيقي لنبض الطائفية، تعلمنا المعنى الحقيقي لمعنى المعايشة، اكتسبنا حقيقة أخوة طيبين. طبعا شعور بالفخر وشعور عظيم جدا، يعني اليوم قررنا نجي ننظم أكبر حفل تخرج في جميع أنحاء العراق قدام الإمام العباس أبو الفضل. اليوم نشوف جميع جامعات العراق متوحدة ومتمسكة بفد شيء واحد، يعني باتجاه واحد، ولا واحد من الطلاب يعني تردد من قررنا نسجل أسماء الطلاب، ولا واحد تردد بأنه يجي ويحضر هاي الحفل. قضية سيدنا العباس وسيدنا الحسين هي قضية نصرة الحق، وهذا يرتبط ارتباط باختصاصي يعني اللي هو اختصاص القانون وأداء قسم اليمين اللي هو لأداء مهنتنا بالمستقبل بشرف وبأمانة في حضرة سيدنا العباس عليه السلام في أطهر بقاع الأرض. سرنا وتاريخ لنا يخطه الزمن، حيث العراق لا فراق للسنا وطن، والأنبياء والأولياء والآي والسنن. نشكر سماحة السيد على الدعوة الكريمة، ونشكر كربلاء المقدسة على استضافة العراق بكل أطيافه. شكراً للأمانة العامة للعتبة العباسية على رعايتها وفعلها وعملها الذي لا يمكن أن كلماتنا البسيطة هذه تثني وتشكرهم. بالحقيقة نحن شكر دائم لهم على ما قدموه، وبارك الله بهم إن شاء الله. نسري على البراء وترسم الجراح على شبى الصفاح، نصيبنا النجاح، نصيبنا النجاح.